ما هلأ نور رح نروح لفقرتنا التالية، ودايما بيكون ضمن صباحنا غير مساحة خاصة للمشاريع الصغيرة والأفكار المتميزة للشباب والصبايا السوريين. اليوم معنا صبية من ضمن مشروع متميز، طبعا اختصت بصنع حلويات بطريقة جميلة وألوان خليني أقول جذابة. كمان رح نحكي عن صناعة الكيك والحلويات بأسلوب ومذاق خاص. طبعا ضيفتنا لليوم زينة بيضون، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن مشروعك، كيف بلشتي ونعرف الناس عليه أكثر. نحن ابتدينا نحن تيم ثلاث أخوات، كنا بلشنا تقريبا من سنة ونص. بلش مشروعنا من فكرة أنه نحن نعرض أفكار فكرة الكادو أو الهدية تكون بطريقة مختلفة عن اللي نحن متعودين عليه، تتقدم بطرق شوي هيك يكون فيها لمسات خاصة تعني الشخص اللي بدنا نهديه أكثر، أنه بس نجيب له كادو ونلفه وهيك. فبلشت معنا نحن جيفت شوب، أونلاين جيفت شوب، نعمل البوكسز from A to Z. We do يعني customized حسب الشخص شو حابب، حسب شخصية الحدا اللي بدنا نهديه. على هذا الأساس بنقرر شو الكادو اللي حابين نعمله، وعن طريق السويتس كمان بنحاول نركز كثير على ألوان غريبة تدخل مع البوكس، تكون هيك والتصميم بالضبط تكون هيك جذابة للعين، وبنفس الوقت يكون أكيد طعمها لذيذ وهيك. فمن هون بلشت الايديا تبعنا. حلو، يعني مثل ما شايفين انا ونور في قدامنا خلينا نقول نماذج شيء عن مثل ما قلتي طريقه تقديم الهدايا، ما بعرف اذا بقدر اقدمها هيك للكاميرا لحتى تطلع واضحه، وتشرحي لنا شوي عن هذا الشيء قبل ما نبلش نحكي عن الحلويات. اوكي، هلا بالبدايه البوكسات اليوم غالبا معتمدين على الخشب او بيكونوا ملونين. استعرضي نور لانه انا حاملته وهو فانت بدك تستعرضي القطع اللي موجوده. بلش فيهم واحد واحد، خلينا عشان نقدر نساعدهم. اوكي، نحن مثلا بالبوكس بنركز على الكونسبت. هلا هذا كونسبت تبعه مثلا يونيكورن، بنحاول نحط شيء مثل هيدا الماج مثلا، هي الاي ماسك، هذا الصحن الصغير. بنحاول ما نركز اكيد كل البوكس على فكره اليونيكورن، بنضيف مثلا شغله او شغلتين. بس هو الشخص هي الايماس يعني هو بيفضل هالشخصيه، بالضبط بتتجهوا نحوها بتكون بارزه، ممكن ببنوته يكون الوان غرفتها هيك بينك بيربل، حتى كل انواع الواننا تقريبا. هلا عم نشوف يمكن زينب التوجه الاخير كله عم يتجه نحو الهدايا، هيك فينا نقول اعمال يدويه كل البوكس. صح، يعني هلا كثير منتشره بشكل كثير كبير. انتوا شو اللي بتتميزوا فيه؟ هي لمساتكم يعني. لما نقول انه بدنا نعمل شيء مختلف عن البقيه نحن اليوم. بالضبط، هلا انا مثلا بس يجيني كاستمر، بس يجيني زبون حابب يعمل كادو، اول شيء بساله احكي لي عن شخصيه الحدا اللي انت حابب تهديه. بالضبط، يعني ممكن تفصيل يكون هو ما شايفه كثير بيعني انه شو ممكن انا استفاد منه، بس نحن كتيم ندرس شو الشيء اللي ممكن يناسب شخصيه هذا الحدا حسب الشخص اللي شارح لنا عنه. بالضبط، بنركز بالبوكسات وبالسويتس تبعنا كثير على الالوان الباستيل، تكون الفواتح اللي لفت نظرنا الالوان، يعني exactly. الالوان فعلا جدا زاهيه وجميله. بالضبط، مثل الشيء اللي بتسرق العين فورا. صح. اكزاكتلي، هذا الشيء مركز عليه، انه اول شيء اول ما تطلعي على البوكس يكون هذا الشيء لافت لنظرك من الوانه قبل ما تعرفي اصلا شو في جواته، ومثل ما حضرتك قلتي واللمسات الصغيره. بالضبط، يمكن بنشوف كل حدا بيروح لعند مصمم او حتى خليني اقول مكان متخصص بتقديم الهدايا او بلف الهدايا، فبيقترح عليه مثلا. صح. بدك ورد، بدك قش، بدك تول مثل ما نحن شايفين. مزبوط. فانت هون بتيجي يمكن لمساتكم الخاصه بالتزيين. صح، هي نحن ما بنذكرها مثلا لما نتفق مع الشخص، بتكون هي اللمسات الاضافيه هي اساسا اللي بتعطي البوكس جماليته، مو بس انه حدا جاب غراض وحطهم ببوكس وصفهم، فبكون هيك في تاتش خاص يعني سر هذا بقى. اكيد بدنا نحكي عن الحلويات واشكالها والوانها، بس اول شيء بدنا نسال عن رده فعل الناس. كنا عم نحكي تحت الهواء، يعني مثل ما قلنا يمكن كثير من الناس عم تتوجه لهي الامور، وعم نشوف الاعمال اليدويه والشغل اليدوي والالوان والقصص داخله بكل تفاصيل الهدايا. مزبوط. كيف كان رد فعل الناس عليكم بالبدايه؟ اكثر شيء بنلاحظه يعني اكثر فيدباك بتجينا من البازارات، لانه بكون الشخص مثلا قادر يجي يجرب قطعه، يجرب كذا، فدائما نحن دائما بنركز
مركز باي بازار، بس يجي حدا ياخذنا عنا بنقول له بليز يعني كمل برمتك، خلص عملنا الريفيو وخبرنا عن الطعمه وشو حبيت وكل شيء. فالحمد لله دائما بيرجع الشخص بيشتري مره ثانيه وبكون كثير عم يمدح او بيرجع صدى مثل ما بنقول بالزبط. ظريف وحلو بالضبط. طيب هلا نحن شايفين هذا البوكس وكنتي عم تشرحي لنا تحت الهواء انه هذا البوكس كله تصميم كامل من الفكره لكل شيء. خلينا نحكي هي اليوم المكونات وكنت عم بسألك في ناس بتاخذ تصميم لعند محل حلو انه اعمل لي كذا وساوي لي كذا، هون لا نحن بنحكي بالتفصيل لنقول ضمن هالفريق وهالمشروع صح. كل حدا فيكم شو متخصص صح مزبوط. لا صعبنا تحت الهواء اشرحي لنا ريحته عن لحالها خلص تحكي لي. لا بس خلينا نحكي شو اوكي المراحل يعني. هلا هي هي كيك بوب هي الفكره تبعها انها هي طابه من الكيك من جوا من برا مغطسه بشوكولا وبتختلف بقى ديزايناتها بهي الشوكولا بيضة اللي برا بتختلف ديزايناتها من الوانها للاضافات اللي عليها. هذا كله شغل مين؟ شغل اختي الكبيره نوجه لها تحيه لاختي كل العائله فنانين يعني احنا هيك فاميلي تيم عاملين. هي فكرتها انه بدل ما انه الشخص مثل ما ذكرتي التقليدي او السكر ما يطلع من الشيء هي اختلافة يعني انت بتفكروا نوعا ما فينا نقول خارج الصندوق لما نشوف الشوكولا مثلا exactly. الجالكسي او اي شيء مثلا محطوط بالصندوق لا انتم عم تعملوها بايدكم بلمسه وبعيدا يعني شغل بالايد بعيدا عن السكر اللي كثير احنا كثير متعودين نشوف تنسيقات الورد مثلا مع الشوكولا مع الكذا فينا نطلع شوي من هذا المود يعني انا شخصيا ما بفضل مثلا تجيني كادو هي عباره عن شوكولا مصفوف غير لما انا اشوف شيء هيك كله بينك وبيبي بلو قصص هيك عم تغلي يعني العين لحالها بتنجذب صحيح. ويمكن حتى هلا بالمناسبات صارت الناس بتحب تعمل شيء ما هو تقليدي فانا مثلا عندي مناسبه خطبه مناسبه زفاف مناسبه تخرج مناسبات متعدده بصير الشخص بيقول يا ريت لو انا قدران اني انا احط مثلا شيء معين بيشبه لبسي شيء معين بيشبه الديكور اللي انا بدي اقعد فيه خصوصي البيرث دايز فهون بتبلش ناخذ اي ثيم مثلا الشخص حابب مثل ما ذكرنا هون مثلا في كونسبت ان كان يونيكورن كان فلامينغو احيانا هيك كثير درجه الترند هي فصرنا هيك نحاول نعمل حتى بالبيرث دايز بنعمل لهم مثلا ديزاين الكيك بوب يكون له علاقه باليونيكورن طالع منه مثلا او بالحدا اكزاكتلي exactly. الالوان الشكل يعني تفصيل صغير بيفرق. هلا حتى الكيك بوبس ما شرط يكونوا من جوا شوكليت كيك ممكن يكونوا او كاروت كيك حسب انت بتشوفي حسب النكهه. هلا احنا الثلاثه اللي بنشتغل عليهم الكاروت كيك وال ريد فيلفت والشوكليت كيك كلهم طيبين. الريد فيلفت رهيب بصراحه ما بحكي لك. طيب خلينا نحكي عن كمان صناديق الهدايا فينا نقول في احجام واشكال اكيد واذا فينا نقول الشق يمكن اللي بيعني بكل الناس لانه نحن بظروف اقتصاديه نوعا ما صعبه ومعيشيه كمان الاسعار كيف عم تكون يعني فينا نقول فيني انا اعمل البوكس او الصندوق على حسب على قد مصرياتي نحن هذا بقول لك انه هالقد فيكي تعملوا لنا فينا في هديه اكزاكتلي نحن هذا اللي بنحاول نشتغل عليه انه بس يطلب الشخص بنساله عن هو الميزانيه اللي حاططها بباله حتى وان كانت غير مناسبه انه ينعمل بوكس مثلا ممكن انا انصحه هو البوكس لوحده بده يكلفك كذا فلا بدل ما نروح هيك بنروح على شيء ثاني ممكن سايز اصغر خيارات موجوده بالضبط موجود كثير خيارات مثل ما هذا البوكس مثلا سايز صغير هو اصلا هذا محفور عليه نحن حفرنا عليه اسم البيج تبعنا ف ذا جوديز جانج فنحن مثل ما هو محفور عليه هيك ممكن نعمله بوكس اكبر ونحفر عليه اسم اي حدا شخص اللي حابين نهديه بينحفر على البوكس مثل ما نحن حابين فبترجع اي اكيد لطلب الشخص يعني انا المفروض اكون موجوده لانصحه وساعده شو خياره الافضل للكادو اكيد. قبل ما نختم حديثنا خلينا نقول دائما كل مشروع بيبدا هيك بفكره صغيره وبيبلش بيكبر لوين ناويين توصلوا؟ هل في شيء خليني مثل ما بيقولوا خط جديد رح تدخلوه على مشروعكم؟ كنت تفشوا لنا اسرارنا هيك. اي نحن بنحب نفشي الاسرار. اوكي هلا اكيد نحن عم نشتغل على توسيع، عم نشتغل حتى نوسع ل برا البلد سنس يعني نحن ثلاث اخوات كل فتره منا حدا بيتواجد برا البلد شوي، بس نحن حابين اول شيء ننشر هذا الشيء داخل سوريا تحديدا، خصوصي لما عم نشوف العالم كثير مقبله عليه، خصوصي من تنوع الافكار غير الكيك بوبس مثل الشوكليت بومز، مثل الميني كيكس بالمحافظات يعني بالمحافظات حابين يعني اي اكيد بازارات اكيد بلش انه
اكيد يا ريت. نحن اصلا هلا بالنسبه للبوكسات بنشحن اصلا محافظات، بس الحلو بده تنسيق ثاني. اكيد نحن عم نشتغل على انه نحن نفتح محل لنا يكون له علاقه بكل شيء هيك، نفس الالوان ونفس الروح ونفس التنسيقات. فان شاء الله هي خطوتنا الجايه تكون ان شاء الله. اكيد لهمنا وصلنا لختام فقرتنا مع زينب، بدون ما نشكرك نوجه تحيه لاخواتك الاثنين اكيد للصبايا، ثلاث صبايا هيك، الله يقويكم ويكون هذا المشروع شكرا. دائما بتقدم. شكرا لك. اكيد بدنا نتشكرك، نوجه تحيه لاخواتك، يا رب هيك دائما نشوفكم متالقين ويتوسع مشروعكم، وهي الروح الحلوه الدم موجوده. شكرا ان شاء الله. اكيد ميرسي كثير لك.